هذا الشوط تجرى له الاستعدادات التامة وما هي إلا لحظات وتعلن انطلاقة هذا الشوط الأول. إذن انطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحبل الكريم في كل مكان وعلى الهواء مباشرة في هذا النقل الحي والنقل المباشر لوقائع ولأحداث أشواط اللقاية في صباح هذا اليوم، بينما الفترة المسائية ستكون خاصة بفئة وسن الجذاع. إذن هذا هو الشوط الأول، بسم الله نبدأ، وعليه سبحانه وتعالى أتوكل ومنه أطلب التوفيق والسداد. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مزون بطشاب صالح اليامي، النقلة والدور دور المركز الثاني هنا وصايف سالم بن حيز المري، وننتقل من وصايف إلى المركز الثالث ومن تتقدم في هذه اللحظات هنا وبده لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين. انضم العتيق بن حمد بن قرع المري، واتمنى من ابو حمد اذا كان الاسم غير صحيح موافاتنا بالاسم الصحيح. الدور دور المركز الرابع هنا الظبي حمد بن جار الله بن حسين البريدي، والمركز الخامس هنا سلوى فهد بن حصين الرمزاني النعيمي. هذا هو نداءنا مع اول كيلو متر مقطوع مشاهدينا الاعزاء في هذا الشوط وفي هذا الاول في هذه اللحظات. مبارك بن محمد بن زايد الخيارين بشعار نشره وبشعار غيرها من الاسماء التي ايضا اثبتت الوجود في هذا العالم. الله، شوف التسلل، الشاهينيه تتسلل تتقدم في هذه اللحظات في هذا الشوط الاول الرئيسي. 1200 متر يا متابعين، الشاهينيه ووبده والمعركه طاحنه مشاهدينا الاعزاء على افتكاك وعلى انتزاع المركز الاول. الشاهينيه تتسلل تتقدم، والعصاقوس الكيلو متر الاخير يا متابعين، الكيلو متر المثير وشعار الشاهينيه حتى هذه اللحظات هو الفائز، حتى هذه اللحظات وهو المتقدم. شعار العنود الان هذا الشعار يوضع على ظهر الشاهينيه في هذا الشوط وتقله الشاهينيه. اللحظات الاخيره وابدو، والشاهينيه بتنافس مثير ايضا على القادمه على المركز الثالث. يا سلام، عمايل 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 عمايل، وايضا اللي بتعمل العمايل بهذا الشوط علي بن حمد البطيل يقدم لنا عمايل، وايضا حمد بن جار الله بن حسين البريدي ايضا شعاره يتدخل بقوه. وعادت ممثله ابناء نجران، عادت مزون، عادت مزون الخير، وايضا شعار الخيارين ما تهاب فهد بن سعيد الخيارين على المركز الرابع. ولكن اعود الى وبده، وبده وبده وبده، ومبارك بن محمد بن زايد الخيارين يختطف ناموس الشوط الاول الرئيسي، وعتيق بن قرع ايضا يقدم لنا وبده في هذا الشوط الاول الرئيسي. وبده 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 ايضا ما فيها حيلة ما شاء الله ابدا ابدا. 300 متر، ولكن يا عتيق دير بالك، ارى الدخول من توافيق عبد الله بن علي بن حمد المري، والتوافيق على الله يا عبد الله، ولكن وبده، ولكن وبده تختطف الشوط الاول الرئيسي. سلام الخيارين، سلام سلام وبده، سلام، تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين على فوز وبده واختطافها لناموس الشوط الاول الرئيسي. لحظات الوصول، تهانينا ايضا لعتيق بن قريع المركز الثاني، توافيق عبد الله بن علي بن حمد المري المركز الثالث، المركز الثالث متهاب فهد بن سعيد ابو سعيد الخيارين المركز الرابع، قمه نواف الاسمر راضي البنتان المركز الخامس، كان الوصول من مزون بطشان بن صالح اليامي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هذه وبده مشاهدينا الاعزاء تختطف ناموس الشوط الاول الرئيسي، 7 دقائق 45 ثانية، 78 جزء من الثانية. تهانينا لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين المركز الثاني توافيق، وتوقيتها 7 دقائق 46 ثانية 64 جزء
من الثانية تهاني عبد الله بن علي بن حمد المري. المركز الثالث كان الوصول من متهاب، توقيت 7:48.52 جزء من الثانية. تهانينا الفهد بن سعيد أبو سعيد الخيارين، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. الشوط الأول الرئيسي